كابتن اسامه، لعبتوا 13 مباراه، احلى ماتش بقى والله من الماتشات الكبيره الفرقه لعبتها فعلا. كان ماتش مورين، مورين العرب، ماتش مورين. اول 15 دقيقه دي المباراه دي انتهت 4-3 صح؟ النادي الاهلي 4-3. اول 15 دقيقه، اول 17 دقيقه 2-0 للمقاولين العرب. للمقاولين جونين طبعا، يعني في اخطاء دفاعيه مع حارس المرمى، الحمد لله رب العالمين. الشوط الاولاني 2-1. نزلنا الشوط الثاني، فرقه المقاولين عملت زون ديفنس وغلطه برده مشتركه، مش عايز اتكلم على 3-1 للمقاولين، 3-1 وفاضل 20 دقيقه، صعب وفاضل 20 دقيقه. روح النادي الاهلي بقى ظهرت، يعني بصراحه ما شاء الله، يعني من الماتشات اللي الكابتن خالد حتى اعجب بيها واثنى على الفرقه بشكل كبير. الماتش ده 3-2، 3-3 في الدقيقه 90، الحكم حسب 7 دقائق وقت اضافي، 4-3 لينا، وقت ضايع 4-3. بس احنا عشان كنا عايزين، الفرقه كلها كانت عايزه تكسب. بفضل ربنا سبحانه وتعالى عملت تغييرات بعد الجون الثاني، يعني في فرقت في الملعب الحمد لله، كان توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يمكن في الدقيقه 20 عملت تغييرين بعد الجونين، يعني كان 17 دقيقه، في الدقيقه 20 من الشوط الاولاني عملت تغييرين، الحمد لله رب العالمين، ربنا كان موفق فيهم. والاولاد الحمد لله قدروا يكسبوا الماتش ده. المواقف دي بتدي خبرات للاعيبه، لما احنا بنقول روح الفانيلا الحمراء واجيال وبتسلم بعض البعض، المواقف اللي زي دي في المباريات بتفرق طبعا. طبعا بتبقى علامه. يعني انا بستشهد بالماتش ده معاهم في كل الماتشات، بقول لهم لا الماتش دوت فرق معانا بشكل كبير، وانتوا كنتوا رجاله في الماتش دوت، واثبتوا فعلا انكم تستحقوا تلبسوا فانيله النادي الاهلي. دي المباراه اللي احنا شايفينها قدامنا دي، الاهلي وانبي صح؟ الاهلي وانبي. ده احنا فزنا فيها 3-1. 3-1 برضه فزنا على الاسماعيلي، كان برضه في ماتش الاسماعيلي برضه 2-0 في النادي الاهلي، وضيعنا اهداف كتير في الماتش ده. انا شايف الملعب ده ملعب المباريات في مدينه نصر، ما شاء الله، ملعب على اعلى مستوى. صراحة كابتن خالد مهتم جدا بالقطاع من السنه اللي فاتت طبعا، يعني في اهتمام كبير جدا بالملاعب، بالتغذيه بتاعت اللعيبه. كابتن خالد مهتم جدا، جايب في دكتور تغذيه طبعا موجود مع القطاع كله. تغذيه مهمه جدا في الوقت ده طبعا، السن ده طبعا بصطع. طبعا مهمه جدا، وكابتن خالد بصراحه مهتم بكل التفاصيل، يعني انا يعني الكابتن خالد بيتكلم في تفاصيل صغيره وكبيره، بيتكلم في كل حاجه. دي مباراه ايه، الاسماعيلي ولا ده؟ الاسماعيلي. ده الاسماعيلي. شايف في شغل فني ممتاز، كره ثابته تتعمل على لعبتين، بتروح ضرب كره، ضرب بالراس، هدف، يعني شغل فني الحمد لله رب العالمين. واللعيبه ما شاء الله مستجيبه وبتحفظ برضه، اللعيبه بتستوعب بسرعه لان هم الكواليتي بتاعهم ما شاء الله، هم مواهب. السنه اللي فاتت برضه عشان ما انكرش دور الكابتن حسين، كان له دور كبير طبعا. كابتن حسين شكر. طبعا كابتن حسين شكر في تاسيس الفرقه ديت، يعني انا كنت ماسكهم السنه اللي فاتت، كابتن حسين جه كمل الشغل بتاعي، وانا بكمل شغل الكابتن حسين السنه دي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يوفق وتكلل بالبطوله ان شاء الله باذن الله.